واش ريت هذا التحيه؟ على الاقل ولا 200000 570000 عطاه 2000 دولار خيا هذا الطلاطه حولك يا من 70000 سيتو كيستغلوا المواطنين هذه حشومه عليهم اخاي خص السلطه تعمل شي حال لهاد الناس هادو ما تخليهمش يقطعوا مره هذه نهايه الظلمه هذا حولك يوري لك القرون ديالو كيقول لك 2000 درهم حشومه هاد الناس هادو حشومه عليهم اخاي الترويج هذا ما عندوش راجل محشور شوما عليهم دابا الصفو كسدو شدو اليوم ما كاين والو ما كاين حتى شي حاجه دابا الاستغلال السريبيه كيستغلوا الصعاب الوباء هذا الناس خصك تعامل وتحس بعطيته وما كيزيدو يحرقوا بنادم شوما صاحبي شني هذا 170000 هذا الظلم 170000 شنو حولي كيفاش عامل علي الحولي وما عندوش هذا الراجل محشور ما عنده لا يما لا والو علاش هذا الظلم هذا اش نشريف غير قرون تتشري و تيهودو كي وضع عليك غير بالكاميو بالكاميو قرون و تتشري غير قرون من راس الكاميو واحد فيكم جات بدات كتنزل وباقي ما جي البيكوس كي قلنا باقي ما جي البيكوس ان شاء الله بدا كينزل واش غنبداو نساومو السيد خلطوا علينا القايد وكداش راهو على السيد تما هما دابا دازو ثلاثة البيكوس وتوفرقوا لي طعام راه بالوالا وكاميو جراو عليها من فوقي ما خلاهمش ينزلوا اللهم هذا منكر كاين اللي باقي ما شراتش انا بدي باقي ما شراتش دعوة بيوم الله موت غدا علاش هاد المنكر هذا علاش هاد التعدد كاين الدرويش ما عنده شي مره كي بنادم كيجي كيبدا يبكي هنا وكيمشي بحالو شنو هما كاع كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش دابا بحال اللي كتقول لي انا 170 الف راك الله يا اخي يسفوا السم بنادم ولا اللهم هذا منكر خلوهم شكون اللي خلى الغلاء يطلع هو ديك الحولي اللي ما كايناش 2000 درهم 2000 درهم 2000 درهم غلمه هذه غلمه هذه غلمه 2000 درهم هذه 2000 السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم حنايا كنتواجدوا هنايا بالسوق ديال طنجه كنشوفوا الاثمنه اللي كاينه هنايا الاثمنه باهظه صراحه ماشي الاثمنه اللي كنسمعوا في اليوتيوب واللي كنسمعوا في الاخبار حنايا دابا من الصباح حنا كندورو هنايا ما كاينش شي اثمنه اللي كتناسب و صراحة كتجبر الحولي صغير كيقول لك 2500 درهم دابا عندك 2500 2000 درهم 2200 والحولي المليح كيعمل دابا السارديس شفناه انت حيت كيعمل 4700 درهم وما هضر حنايا شفنا في التلفازه بان داك السارديس اللي ساقسينا ب 4700 في التلفازه كيقولوا غير 2500 درهم ان الاثمنه بايضه حنا في الصباح حنا كندورو ما جبرناش اللي غيناسبنا صراحة تفاجئوا بهاد الأثمنة اللي كيقولوا بايضة ماشي ما كتناسبش المواطن اللي يقدر يعيد في هاد الجائحة ديال كورونا صراحة مواطن الدرويش ما يقدرش زعما يوفر هاد الأثمنة اللي كيقولوا دابا كتجبر الخروف باقي صغير كيقول لك 2000 درهم صراحة أنا جيت النهار الأولاني نسقد الحولي النهار الأولاني سقسينا على الحولي جبرنا الحولي غالي أكثر من العام اللي فات اللي ما كانت فيه الجائحة كورونا مرة دابا مني الجائحة كورونا الناس خاطية ما الفلوس ما كايناش الأزمة والحولي غالي حتى العام اللي فات هادشي هذا راه بزاف على الدروش الدروش راه ما عيطتي كاين من هادو فقراء موجودين في المغرب شكون اللي يعيط لهم الغني ما يعقلش على الدروش والدروش الله يحسن العون بنادم خصو يعمل له شي ثمن أخص في طنجة طنجة كاين غلا بزاف حنا في اليوتيوب كنشوفوا الحولي تبارك الله مزيون في 150 هنايا 3000 درهم 4000 درهم 2000 درهم بزاف هادشي هذا بنادم يتعامل مع الدروش شي حاجه راه الدروش ما يقدرش يعيط السلطه اللي كتقولوا غتراقب الاثمنه ما كاين لا مراقبه لا والو هنا كاين مراقبه عيد كورونا بنادم كيشوف بنادم واش فيه كورونا ولا فيه اولا نفرض في هذيك بزاف عندك كمامه بنادم خصو يجي يراقب حتى الحولي بشحال ويراقب كل شيء ماشي غتراقبونا حنايا السلام عليكم جينا للسوق الحولي تنتناو يفتح اليوم حيت تفتح الحولي فقود قليل لان العامل الاول هو الترونسبور ما كاينش والناس باقا ما توصلت بالدعم وداك الدعم ما كافيش باش الانسان يشري الحولي فهمتيني والحولي هنا مينيموم 2000 درهم وهذا مستحيل الانسان الضعيف يشري الحولي بحال هذا لهذا تبعوا لنا الحولي للشمال الله يرحم لكم الوالدين وتلقوا لنا الترونسبور باش الانسان الدرويش يبقى باش يعيد والسلام عليكم السلام عليكم الاخوان جينا للسوق الحولي جبرنا الحولي غالي بزاف الدعم صيفطوا لنا 120 الف فرنك 120 الف فرنك يلاه يكفيك على الترانسبور لا بغيت تشوف غير الحولي باغي تصور مع خصك 120 الف فرنك الحكومه شنو هادشي دايره المواطن موزع كلشي دايزه فيه لله العام كامل ما خدمينش ما كاين حتى لعبه كاع ما كاين لا دعم لا والو ما كاينش اللي يتعاون مع المواطنين حنا جينا في هذا الشمال هنا مليوحين طريق مقطوعه
نمشيو بحالنا ما كاينش الترونسبور اللي بغى يمشي بحالو من طنجة ما كاينش كيدير يمشي بحالو، غنعيطو صحاب طنجة تخليو الحولي يدخل من الداخلية ولا من الشلوح يجي لطنجة من هنا، وكي غنديرو حنا في هاد طنجة فيا السلطة المحلية فيا فهاد الحكومة فيا الشيء. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، ونطلبوا من سيدنا يتدخل يشوف الحال ديالنا حنا كيفاش يديروا معنا، وشكرا. جبرنا الثمن مرتفع، مواطن ما عنده شيء، تضامن يلاه جات 120 اللي عنده ولادو 800 درهم للشخص واحد واللي خدام على الدار كامله، راه ما يمكنش يعيد بهذا الثمن هذا، ما يمكنش، حيتاش حنا كنشوفوا بلاد راه هذا واحد توازن هابط، يعني المواطن لما شافوش معاه شي حل راه ما غيعيدش هذا العام هذا. وشكرا، هذا الشيء اللي كاين. اول حاجه كيعبر لك السخانه ديال الراس، ثاني حاجه ما كيشوفوش الجيب شنو فيه، هذا هو الواقع، يشوفوا الجيب شنو فيه عادي يشوفوا المواطن واش قد يشري الحولي ولا لا. وشكرا.